ومعنا هاتفيا من اسطنبول الناشط الحقوقي اسعد الخزاعي. مرحبا بك. اذا النائب عن محافظه صلاح الدين منار عبد المطلب اكدت ان ملف النازحين ملف سياسي بحت. ما الفائده اذا من الاستثمار السياسي في هذا الملف الانساني؟ اهلا بك اخي الكريم. حياك الله. بالنسبه لملف النازحين، قضيه اعاده النازحين الى مناطقهم، هذه القضيه لا تتعلق فقط باراده النواب في البرلمان. نحن نعرف بأن النازحين في مختلف المحافظات العراقية، سواء كانت الأنبار، الموصل، وصلاح الدين، وحتى في محافظة ديالى، فهنالك الكثير من النازحين داخليا وخارجيا. لكن المسألة أكبر من رأي النائبة في البرلمان العراقي، حيث أن مسألة إعادة النازحين تتعلق بإرادات دولية، وأولها إرادة إيران، حيث أن تنظيم ولاية الفقيه الإرهابي يقف حائلا دون إعادة هذه العوائل النازحة إلى مناطقهم، بالإضافة إلى الخلافات العشائرية الداخلية في المناطق التي كان يسيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي، حيث أصبح عوائل وذوي أي شخص انتمى إلى هذا التنظيم هم ضحايا مستهدفين لاعتبارات عشائرية ولاعتبارات لأغراض الانتقام. فلذلك قضية النازحين هي قضية داخلية دولية، الأولى بنا والأجدر بنا أننا نحل هذه القضية من خلال ما يسمى به او بطريقه ترضيه، او انه تكون هنالك علاقه بين المواطنين في الداخل وشيوخ العشائر، من اجل تذليل هذه العقبه، ومن اجل ايجاد حلول مناسبه بين ضحايا تنظيم داعش الارهابي وبين العوائل التي تضررت من هذا التنظيم. النقطه الاخرى هو تدويل قضيه النازحين في المناطق السنيه من اجل الحصول على موافقات دولية ورفع يد الميليشيات وعودة النازحين إلى مناطقهم. نعم أخي. من الأطراف السياسية حسب رأيك التي تستثمر هذا الملف سياسيا؟ بالتأكيد أخي، الأحزاب الحاكمة هي المستفيدة الأول والأخير من هذه الفوضى. نعم. وبقاء بعض العوائل النازحة في مخيمات النزوح فيه فوائد، حتى فوائد من الناحية المادية. أنت تعرف أنه الدولة تخصص مبالغ مالية، بالإضافة إلى تعرف قضية الفساد، هذه المسألة ليست بالأمر الغريب ولا ليست بالأمر غير المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها. فكل مكان فيه فساد وكل مكان فيه فوضى، وبالتأكيد الأحزاب تستفيد من هذه الفوضى من أجل تحقيق مصالح ومكاسب ومنافع شخصية، بالإضافة إلى خداع الطبقة البسيطة من الناس بأنهم يحاربون تنظيم داعش وعوائل داعش للحصول على مكاسب انتخابية سياسية في أغلب المناطق. نعم. محافظة صلاح الدين أكدت إدارتها المحلية وحتى الحكومة في بغداد أنها مطهرة من الإرهاب، إذن لماذا الإبقاء على سكانها مشردين هكذا؟ أخي، نحن تحدثنا سلفا عن الإرادة الداخلية والإرادة الدولية. نعم. الإرادة الداخلية عرفناها متمثلة بشيوخ بعض العشائر التي تعرضت إلى ضرر من تنظيم داعش الإرهابي، وما يعرف بالثارات بين هذه العشائر وبين هذه العوائل التي انتسب ابناؤها الى التنظيم الارهابي، فلذلك تجد هنالك صراع بين هذه العوائل وبين هذه المكونات، بالاضافه للارادات، الاراده الدوليه واولها اراده تنظيم ولايه الفقيه الارهابي التي تقف حائلا دون اعاده النازحين الى مناطقهم. ولكن يعني الغريب اليوم محافظ صلاح الدين صرح ان المحافظه تعتزم اغلاق مخيمات النزوح، يعني في الجانب الانساني سكان هذه المخيمات اين سيذهبون؟ لماذا لا تفكر حتى الإدارة المحلية للمحافظات بمواطنيها؟ أخي العزيز، هذا الموضوع يتعلق بفساد الحكومة. عليها أولا أن تجد وسائل بديلة وأماكن، في الكثير من الأحيان أنه أصحاب العوائل النازحة لا يوجد لديهم بيوت، لذلك هذه المسألة تدخل أيضا من باب الفساد الإداري والمالي المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها. عليهم ابتداء أن يقوموا بتعويض هذه العوائل عن البنى التحتية وما خسروه من أموال وما خسروه من منازل وممتلكات في سبيل إعادتهم إلى الحياة الطبيعية وتأهيلهم مع المجتمع. فعلى الدولة أن تأخذ دورها في إعادة تأهيل هذه العوائل المتضررة من تنظيم داعش الإرهابي. حتى فيما يتعلق بالمخيمات، يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا كان رب الأسرة أو أحد أبنائها ارتكب خطأ فعلينا أن نعفو عنهم. يجب أن تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية بين مكونات الشعب العراقي في المناطق التي خضعت إلى سيطرة وهيمنة التنظيم الإرهابي. علينا أنه بالفعل أنه نسعى إلى المصالحة الوطنية من أجل تذليل هذه العقبات وتعويض العوائل المتضررة وإعادتها إلى مناطقها وإعادتهم إلى بيوتهم. وفي حال عدم السعي في هذا الاتجاه وإعادة وإخراج هذه العوائل من المخيمات، سوف يكون هنالك ضررا جسيما، وسوف يكونوا ضحايا إلى مسألة الثارات المنتشرة في المناطق
العشائرية. نعم أخي. محافظ صلاح الدين قال مبررا أو مسوغا هذه الخطوة، قال تأتي لمنع تحول المخيمات إلى حواضن للتطرف حسب ما قال. يعني أليس الإبقاء على ملف النازحين وعدم إيجاد حل لهم هو السبب الرئيسي لانعاش التطرف؟ بالتأكيد أخي، يعني حقيقة لو ندرس الموضوع من الناحية النفسية سوف تجد هؤلاء الصغار السن والعوائل سوف يكون لديهم وازع ورغبة في الانتقام وبالفعل يدفعوا هذا الشيء للتطرف. بقاء المخيمات، احنا نريد الحلول حقيقيه وحلول بديله. اخي احنا من خلال حقيقه من خلال دراستنا واهتمامنا في مجال حقوق الانسان في موضوع النازحين والمخيمات، هناك الكثير من الانتهاكات البدنيه والجنسيه والانتهاكات الجسيمه تعرضت لها بعض النساء في المخيمات. لذلك على الحكومه المركزيه في بغداد التعاون مع حكومات المحافظات المحلية في الأنبار وصلاح الدين والموصل من أجل إيجاد حلول حقيقية بالتعاون مع المنظمات الدولية واليوم الأمم المتحدة تقف إلى جانب سكان المخيمات من أجل إيجاد حلول حقيقية وناجعة وإعادتهم إلى مذاقهم وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. لذلك علينا وعلى الحكومات المحلية وحكومة المركز أن تجد هذه الحلول. بالفعل بقاهم في هذه المخيمات وعدم إيجاد حلول مناسبة يقودهم إلى التطرف. شكرا جزيلا لك من اسطنبول ناشط الحقوقي أسعد الخزاعي.